الاول بس مباراه الاهلي وروما، خلينا احنا مع الاهلي بقى وخلاص. احمد كده خلص. انا مروح خلاص. عايزين حاجه يوم الجمعه الجايه؟ مظبوط. يعني لو عندك اي ارقام، عندك اي حاجه طبعا اكيد. المباراه دي طبعا يعني بتحظى باهتمام كبير جدا. يمكن عايز اقول لك يعني الصفحه الرسميه لنادي روما الايطالي على الفيسبوك، يمكن دي صفحه فيها 7.5 مليون شخص على الفيسبوك. يمكن نزلت بوست على اذاعه المباراه على قناه صدى البلد، يمكن معانا الصوره لو نقدر نعرضها. يمكن انا جايب معايا الصوره. وقالوا ان المباراه ستذاع حصريا في الوطن العربي والشرق الاوسط على قناه صدى البلد. ده طبعا يعني شيء مشرف للقناه طبعا، ويشكر عليه سواء بدايه الاستاذ محمد ابو العنين، استاذ الهام ابو الفتح، كابتن احمد شوبير. طبعا دي طبعا هتكون يعني انفراد لقناه صدى البلد، مباراه بتحظى اهتمام سواء جماهير الاهلي طبعا هنا في مصر او جماهير ده يمكن البوست اللي نزل على صفحه روما، او الجماهير حتى اللي بتحب بقى محمد صلاح. عايز اقول لك برده يعني حاجه كده، من ساعه محمد صلاح احترف ما تزعلوش ولا ماتش على قناه مفتوحه في مصر. يعني من ساعه ما راح بازل الدوري السويسري ما بيتذاعش في مصر، تشيلسي، فيرونتينا، روما، كل الماتشات بتذاع على قناه يمكن مشفره، ناس بتنزل على القهاوي عشان تتفرج. ده يمكن اول ماتش لمحمد صلاح يذاع في قناه مفتوحه في الوطن العربي بالكامل. ده شيء طبعا يعني مشرف لمصر وقناه صدى البلد. المباراه يمكن الاهلي التقى مع روما قبل كده ماتشين وديين، يمكن الماتش كان في 2002 والاهلي قدر يفوز 2-1 هنا في مصر، وكان هدفين لابراهيم سعيد وافيلينو. وماتش تاني كان بعد كده بست سنين والاهلي اتغلب 3-0. ماتش 2002 كان بالمصادفه برضو بيعلق عليه كابتن احمد شوبير، يمكن هو اللي كان معلق على المباراه وقتها ساعه ما فاز الاهلي 2-1 بهدفين ابراهيم سعيد وافيلينو. كابتن شوبير برضو هو اللي هيعلق على المباراه الجايه هنا في قناه صدى البلد. فنتمنى بقى يعني بشره خير كده او وجه تفاؤل ان شاء الله الاهلي يقدر يفوز على روما في المباراه دي بتعليق كابتن احمد شوبير بعد يمكن 14 سنه من المباراه الاولى. يمكن المباراه الاولى لعب فيها حسام غالي، كان متواجد في المباراه دي، ويمكن ساعتها برضو ده كده كان كوبري شهير لجوارديولا اللي هو اصبح بعد كده احسن مدرب في العالم، مدرب برشلونه، كان بيلعب في روما في التوقيت ده. والهدف الاول اللي جه للاهلي كانت هجمه بدات من حسام غالي، ادى كوبري لجوارديولا وجه منها الهدف. فحسام غالي بعد 14 سنه برضو يمكن هو اللاعب الوحيد من الفريقين، هو وتوتي طبعا، توتي برضو كان موجود متواجد في المباراه دي. روما يمكن عامل برضو ارقام جيده جدا في الفتره الاخيره. يمكن روما بقى له 100 يوم دلوقتي 16 مباراه متتاليه ما خسرش. اخر مباراه خسرها كانت في اخر يناير، كان من يوفنتوس طبعا في ملعب يوفنتوس، كمان كانت هزيمه 1-0. بعديها عمل ريكورد يمكن 16 مباراه متتاليه في الدوري الايطالي ما خسرش ولا مباراه، 13 فوز و3 تعادل. ده طبعا بيبين مدى قوه فريق روما واهميه المباراه تكون صعبه جدا على فريق الاهلي. يمكن برضو يمكن من الارقام اللي عنده خط هجوم قوي جدا، يمكن وصلوا ان هم سجلوا 80 هدف في الدوري الايطالي في الموسم ده، يمكن اقوى خط هجوم. والرقم ده فريق روما ما وصلوش من سنه 31، يعني في موسم 30-31 من حوالي بنتكلم 85 سنه كانوا سجلوا 87 هدف، بعد 85 سنه وصلوا 80 هدف في السيزون ده. عندهم خط هجوم يمكن قوي جدا بقياده الثنائي المصري محمد صلاح وستيفان شعراوي طبعا ذو الاصول المصريه. فاعتقد يعني فريق روما هيكون ند قوي جدا للنادي الاهلي في المباراه دي، وهتكون مباراه قويه جدا ومثيره يوم الجمعه الجايه ان شاء الله على قناه صدى البلد. ده انا بشكرك يا خالد، واتمنى ان احنا نكرر يعني كل فتره كده تيجي وتشرفنا بارقام. الناس بتحب تسمع الارقام والناس بتحب الاحصائيات، وعفيفي بالذات حقاني في موضوع الارقام، وانا متفاهم جدا حمقته طبعا. كل اسبوع بيمر الدوري بيبعد لا بس هو من الناس برضو العقلانيه والمنطقيه، وقال ان الزمالك فقد حقاني. يعني او الزمالك عايز يتعقب ايه؟